فصلت الله على محمد وعلى محمد. يا محمد لن ينساك أبو جميل أبدا، كل شهاد اللي يروح محاسب على الدولة، وسوف الله سبحانه وتعالى يعني حكم بإذن الله من السجناء المعتقلين والسياسيين المفنشين الذين مطرودين من البلاد من الوطن، سوف بإذن الله تعالى يذبحهم، سوف يرجعون الوطن بإذن الله، سوف شبابنا يشتغل بإذن الله. ما مات هذا الزمان قتال، الشعب ينتصر بإذن الله، ما في شعب يعتزل أبدا أو يهلك، لما ما كان شهداء وما في جرحى أو قتلى فهذا ما يفيدكم، يفيدكم كل السياسية تقدموا على الشعب، الشعب حقوقهم حتى حقوقكم. أما تنازل لم نتنازل، لو أنتم في الساحة حتى نفر واحد أو نفرين فنحن نطلع من السيارات حتى حقوقنا، هذا الشعب مضمون بإذن الله. وشكرا.